التعليم والثقافة الجنسية حق من حقوق الإنسان في مرحلة البلوغ، وكمان مراقبة تطور نمو جسمه والتغيرات الجنسية اللي بتحصل له في سن المراهقة. فيما يخص الذكور، بيدرج الأطباء عدد من الظواهر غير الطبيعية أو الأعراض المرضية اللي بتستوجب مراجعة الطبيب عند ملاحظتها على أبنائنا. تأخر علامات البلوغ بعد سن الـ15 زي تغير نبرة الصوت وظهور الشعر في الوجه ومناطق العانة وتحت الإبط، وتغيير حجم العضو الذكري والخصيتين، ألم متكرر في الخصيتين، تورم مصحوب بألم شديد في الخصية، غياب الانتصاب الصباحي، تضخم في الثدي، حرقان شديد أو ألم أثناء التبول أو القذف. الأعراض دي أو واحدة منها إذا ظهرت على الشاب في مرحلة البلوغ بتستوجب اللجوء المبكر لطبيب الذكورة. أهلا بكم. هناك أشياء مرتبطة جدا بالقدرة الجنسية عند الرجل. إذا الرجل أصر على أنه يتجاهلها ويتحداها، تتأثر قدرته الجنسية بكل تأكيد. أولها الوزن. الناس اللي مش متخيلة أن وزنها، وخصوصا محيط الخصر الكرش يعني، ونمط الحياة الغذائية البايظ اللي مليان تهور ومليان النهاردة مش مشكلة أنا هاكل، في لحظة معينة من التهور، مش لحظة يعني بمعنى اللحظة، لكن سنوات معينة من التهور، ربما لا يكون هناك عقاب، تمر هذه السنوات وردية جدا، ثم يأتي العقاب بشكل مفاجئ في صورة ضعف مباشر في القدرة الجنسية، وربما اللي انت عملته في سنين ترى مغبته في أسابيع وشهور قليلة. الإجهاد والتوتر، مش الإجهاد ان انت تشتغل، لا، الإجهاد العصبي والنفسي، شيل الهم، وان انت باصص للي حواليك ومركز مع السوشيال ميديا فمورياك العالم كله. السوشيال ميديا دي كارثة 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 بمختلف المقاييس، لانها بتنقل الإنسان من ذاتيته ومحيطه اللي المفروض يهتم بيه اللي هو أسرته يعني، الى محيط كبير جدا يتكلف من ملايين الأشخاص، ما هو مش 5000 شخص اللي هم الفريندز زون بس، لا، كل الأخبار اللي بتجيلك بتاعت آلاف الناس، لعبة كورة وفنانين وممثلين وتمثيليات وأحقاد وأفكار وانتقام وكيد وإشاعات، إجهاد نفسي. السكر اللي ما بيتظبطش وبتطنش، والهواتف المحمولة، الله يخرب بيت التليفونات المحمولة، والأشعات اللي طالعة منها وإلى آخره. حاجة تانية بقى، منتجات الصويا دي حاجة في منتهى الخطورة كمان، ودي موجودة في حاجات كتيرة دلوقتي، فول الصويا داخل في حاجات كتيرة في منتهى الخطورة على الرجل. تعالوا النهاردة نقرب من مشاكل الرجل بس بلسان الرجالة وبقصصهم وحكاويهم. النهاردة حوار مع ضيفي العزيز الذي يبدع في حواره دائما وبيسعدني بحوار رشيق جدا من ناحية العلمية، مفيد جدا في تفاصيله، وأيضا فيه غزارة من معلومات، وأهم ما يميزه الحداثة، الأحدث إيه العان في العالم كله في المواضيع المتخصصة بعالم الذكور. ضيف العزيز المبدع دائما أستاذ دكتور محمد نبيل أمين، عضو الجمعية الأمريكية للمسالك البولية، عضو الجمعية الأوروبية للمسالك البولية، وزميل البورد الأمريكي للصحة الجنسية، عضو الجمعية الدولية لبحث الطب الجنسي. نورت يا دكتور محمد. أهلا بك يا دكتور. منور. أهلا بك. خلينا نبدأ معاك بالنهاردة، عندنا أكتر من قصة وأكتر من حكاية لمرضى عديدين. أول هذه المشكلة، اللي مريض بعت تشخيصه قال أنا عنده مشكلة تسريب وريدي، عمره 50 سنة وسكر مرتفع. قال جزء من اللي أنا قلته. إيه بقى الحال؟ هو بيسأل هل ممكن يتركب دعامة، علاج إيه؟ قصة. كلمة تسريب وريدي دي كلمة عامة. يعني إيه تسريب وريدي؟ الدم بيدخل ويهرب، كأنك بتنفخ في بالونه مخرومه. طيب تسريب وريدي ده نسبته قد ايه؟ ما احنا عشان نتكلم في التسريب الوريدي، في حاجه اسمها فين اوكلوزيف ميكانيزم. ازاي اصلا العضو بيحتفظ ان الدم ما يخرجش من العضو؟ ان تمدد الانسجه نفسه بيقفل حاجه زي السيفتي فالف كده، تقوم قافله الجدار اللي موجود ما بينه الاورده، تقوم قافله. طب نسبه تسرب بسيطه ولا عاليه؟ طب السكر جديد ولا قديم؟ حتة السكر ديت الناس فاكرة ان انا خايف ان السكر يرتفع او يوطى. احنا مش مشكلتنا في مستوى السكر في الدم، هو مريض السكر ده مشكلته الاساسية مش في مستوى السكر في الدم، لان مريض السكر مشكلته الاساسية ان الخلايا بتاعته ما بيدخلهاش جلوكوز فتبقى مهترئة.
فيبدأ كل الخلايا الموجودة في جسمه تبقى بايظة. ما يهمنيش السكر صايم ولا فاطر ولا الكلام ده، انا يهمني حاجة السكر التراكمي، نسبة تشبع السكر في الهيموجلوبين. ليه؟ لان السكر بيديني انديكيشن. مثلا في بعض العيانين يقول لي انا مظبط السكر وانا قايسه وهو داخل العياده، لا السكر التراكمي بيفضحه، السكر التراكمي بتاع 8 9 في 11 انا شفت 14 شفت انا شفت 14 ارقام مش حاسس. طب 14 انت بتتكلم في حاله متقدمه. طيب واحد بيقول لي انا عندي سكر بس السكر بتاعه 6 ونص والتسرب الوريدي نسبته بسيطه، لا ده يتعالج، ده بالعكس ده ممكن يبقى ريفرسبل، ممكن يوصل للشفاء ان احنا لو ظبطنا الوزن ظبطنا السكر ظبطنا الحاجات دي كلها، مع ان احنا بدانا ندي الادويه اللي هي بتتاخد يوميه بحيث ان هي توسع الشرايين وتبدا، لا في نسبه ان هو يرجع، بس يجي بدري ما يجيليش متاخر، لان لما يجيلي متاخر انت كده بتكتف ايدي، انت بتخليني الجأ لك ندخل في الحاجات التانية الاكتر، لكن لما تجيلي بدري لا احنا ممكن نوصل للشفاء. لا هو بيتصرف لوحده، هو بيظبط سكره مع نفسه، بينزل الصيدلية بياخد ادوية مع نفسه، بيعمل الكلام ده كله مع نفسه، يجيلي بقى بعد ما يكون خلاص انا مش ده مش حل اللي انا ممكن، لا انا هنعمل دعان، والدعام حل ممتاز بالنسبه للموضوع ده، خصوصا لو هو يعني انا برضو بقول للناس ما تقعدش تاجل، لو انت محتاج فعلا الدعامه ما تقعدش تاجل الموضوع ده لفتره طويله لسببين. السبب الاولاني ان هيبدا انت اللي قاعد فتره طويله عندك ضعف انتصاب، فبالتالي عندك مشاكل في البيت، فبالتالي بدل ما كان المشكله عضويه بس لا بقت مشكله عضويه ونفسيه عندك وعند مراتك واجتماعي. رقم اتنين، بيقعد الاسباب اللي بتعمل مشاكل في ضعف الانصاب هي نفس المشاكل اللي بتعمل انسداد في شرايين القلب، وهي نفس المشاكل اللي بتعمل فشل كلوي، وهي طب لما تجيلي بقى معاك الحاجات دي كلها هدخلك عمليه ازاي؟ هيبقى في مشاكل في العمليه، في مشاكل في العمليه، في التخدير، في الالتئام، في النزيف. ادام احنا ما تتاخرش في العلاج، نصيحه، لان التاخر في العلاج بيأيد الدكتور وما بيوصلكش للنتيجة اللي انت عايزها. السؤال اللي جاي مهم قوي، بيسأل على هل دعامات لكبار السن واردة؟ بيسأل على الدعامة وكبار السن، وهل الانتصاب بعديها بيكون يعني يبدو طبيعيا؟ كويسة جدا، يمكن انا بقولك افضل من الطبيعي، يعني اللي عنده اللي سنه كبير ده هيبقى افضل من الطبيعي، فانا شايف ان هو لا بالنسبة له تبقى الدعامة مناسبة جدا ان شاء الله. السؤال اللي جاي سؤال مهم، 62 سنة بيتعالج من تضخم في البروستاتا، بياخد دواء تامسولين بقاله 3 شهور تقريبا، بيقول انه ساعات بيبقى عنده صب جيد، ساعات لا، ساعات الرغبة تبقى جيد، ساعات لا، ايه القصة دي؟ دايما بيربطوا ما بين البروستاتا وضعف الانتصاب. ليه الربط ده جه؟ زمان ما كناش بنعرف نشخص ضعف الانتصاب، ما كانش عندنا الريجيسكان عشان نشخص ضعف الانتصاب، ما كانش عندنا البناي دوبلر عشان نشخص ضعف الانتصاب، فلقينا ان اللي بيجي له ضعف انتصاب بيجي له معاه تضخم في البروستاتا، فكانوا رابطين ما بين الاثنين. حتى زمان يا دكتور ايمن لو تفتكر كانوا بيعالجوا ضعف الانتصاب بتدليك البروستاتا، دلوقتي ده حاجه بقت اوبسوليت يعني ممنوع. ليه؟ لان احنا اكتشفنا ان ما فيش اي رابط ما بين الاثنين، ما بين البروستاتا وما بين ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب مشكلة في الشرايين والأوردة، أما البروستاتا فهي مشكلة شيخوخة، إن البروستاتا مع تراكم هرمون الذكورة للجلانز أو الخلايا بتاعة البروستاتا فيبدأ يحصل معاه تضخم البروستاتا مع سنه ما يكبر، ودي بنعالجها على فكرة دلوقتي، حتى في أدوية بتصغر حجم البروستاتا بدون جراحات، فبالتالي ما فيش علاقة ما بين ضعف الانتصاب وما بين تضخم البروستاتا او مشاكل البول. احنا ربطنا دي زمان ايام ما كناش بنعرف لسه عندنا الاجهزه اللي موجوده دلوقتي عشان تشخص ضعف الانتصاب لوحده، بدليل ان في ناس صغيره في السن عندها ضعف انتصاب. سؤال جاي بيسال على تاخر الانجاب بسبب مشاكل في الحالات المنويه، ايه بقى تاخر انجاب؟ قلنا ان اتنين متجوزين، هرجع برضو اقول التعريف، اتنين متجوزين من 8 شهور سنه بدون استخدام موانع حمل، تمام؟ عشان ما حدش يجي قبل كده. لازم التعريف يكتمل. رقم اتنين، مشاكل في الحيوانات المنوية. ضعف، يعني عندنا 3 بارامترز مهمين جدا قوي في تحليل السائل المنوي، العدد والحركة والحيوانات المشوهة. عدد قليل، حركة قليلة، أو حيوانات مشوهة كتير.
وفي حالات انعدام الحيوان المنوي، وانعدام الحيوان المنوي فيه من اسبابها انسداديه ومش وما فيش انسداد. طيب الاول احنا بالنسبه لنا في مصنع هو اللي بيصنع الكلام ده، لو العدد قليل حركه قليله او الحركات مش هو كتير ده بنسميه ستريس باترن، في حاجه بتكون مأثره على المصنع، فلازم مش 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 عايزين بقى نتوجه اللي هو ايه نديله حاجات من غير ما نشخص، شخص السبب، شوف ايه اللي ضاغط على الخصيه، شوف ايه اللي عامل المشاكل دي. فده لما بيجي لنا عشان نكشف عليه ندخل نشوفه هيئته، عشان برضو ايه نتكلم ان الناس اللي بيشخصوا عن طريق تليفون اونلاين والحاجات ديت كلها دي مشكله. لا، الشخص لما يدخل مشيته ليها دلالات، تاريخ المرضي بتاعه ليه دلالات، لما بنكشف عليه بنكشف على الخصيه واعضاء التناسليه ونشوف السكندري سيكسر والكاركترز كلها دي ليها دلالات، تحاليل الهرمونات ليها دلالات، التحليل نفسه بتاع السائل المنوي ليه دلالات، الاشعه اللي بتتعمل على الخصيه ليها دلالات تانية خالص. شخصناه بنعالج السبب بيتحسن نسبه كبيره جدا، حتى الصفر على فكره صفر حيرات منويه لو تشخص صح وتعالج صح وعالجنا المشكله نفسها انا شفت حالات كتيره جدا كانت صفر وبقت ملايين. السؤال اللي جاي مهم قوي، بيسال عن حاله حيرات منويه ميته، هو قصده انعدام الحركه. انعدام الحركه قصده ان احنا قلنا العدد والحركه والحركه المشوهه، فكلمه ميته ديت يعني الحركه تعتبر ممكن توصل لصفر. ودي برضو بيبقى اسباب ليها الدوالي الخصيه، 70% من الحالات اللي بيبقى فيها مشاكل في الحيوانات المنويه واكتر حاجه كيوربول دوالي الخصيه، بشرط ان هي تتعمل بطريقه كويسه، حافظ على الشريان، ارجع اقول لك نحافظ على الشريان الخصوي، الشريان الخصوي لو حصل له مشكله في العمليه الموضوع بيبقى صعب جدا ان احنا نصلحه. فعشان نحافظ على الشريان بتاع الخصيه العمليه دي لازم تتعمل بالميكروسكوب الجراحي، دي اكتر عمليه امنه على مستوى العالم للحفاظ على الشريان الخصوي اثناء العمليه بدون ما يحصل مضاعفات بعد العمليه، ونتائجها بتفرق بتفرق بطريقه يعني 360 درجه. حالة كمان بيسال على الدوالي الخصيتيه، هل تعمل هل ما تعملش، هل تؤثر على القدره الجنسيه ليتر اون؟ هو بيقول ان بتاثر في الحاله في الكيس بعض الحالات. طبعا ما احنا قلنا ان دوالي الخصيه، الخصيه دي وظيفتها ايه؟ حاجتين، تخليق الحيوانات المنويه وهرمون الذكوره. هرمون الذكوره هو المسؤول عن الرغبه اللي هي اصلا الستارت انجن اللي هو الشراره اللي بيبتدي بيها الانتصاب. فلو وصل ان هو اهمل الدوالي والدوالي درجه عاليه وفضلت معاه فتره طويله ممكن توصل ان الخصيه يحصل لها ضمور في الخصيه، فطبعا هرمون الذكوره هيقل لان هي المصنع. لكن في الاساس بقى ان الحيوانات المنويه اللي بتقل الاول وبتؤدي لتاخر الانجاب، فدوالي الخصيه مهم ان هي تتعالج، بس لازم تتعالج بطريقه سليمه عشان ما يحصلش زي ما حضرتك شايف هنا الدوالي في وسطها الشريان الخصوي، والشريان ده رفع استك الفلوس. لازم يكون عندنا طريقه لتكبير الشريان دوت بحيث ان الشريان اللي رفع استك الفلوس يبقى ايه؟ يبقى تخن صباعي كده، ما يبقاش في غلط. لو انت شايف حاجه قدامك بتنبض وقطعتها تبقى قصد، طب لو شوف استك الفلوس وقطعتها غصب عنك مش شايف، فبالتالي لازم الميكروسكوب او نتعامل بطريقه تقنيه بعيده عن الشريان. بالظبط. السؤال برضو الاخير عن سرعه القصف. سرعه القصف ليها اربع او خمس اسباب، دي برضو هرجع اقول زي ما قلنا في كل الامراض اللي فاتت الاساس ايه؟ تشخيص. فسرعه القصف لو احنا ما شخصناهاش صح هتعالجها غلط، ممكن تدي نتيجه عكسيه. في ناس كتير على فكره بيجولي هي سرعه القصف دي مشكله حياتهم، بيروحوا ويجربوا ويعملوا وفي الاخر ما بيوصلوش لنتيجه. ليه؟ انت مش عارف السبب ايه. سرعه القصف من اسبابها ماده السيروتونين في الجسم، خلل. حضرتك فاكر لما قلت في اول الحلقه دلوقتي خلل في النوم، السيروتونين والجروس هرمون والتستوستيرون ثلاث هرمونات دولت بيطلعوا ما بين الساعه 9 للفجر. احنا يعتبر 80% من الشعب المصري ما بينامش في الوقت ده، فبالتالي احنا عندنا نسب كبيره جدا في اختلال هرمون السيروتونين في الجسم. حاجه تانية ان يكون ان سرعه القصف ما تكونش هي السبب في الاساس، سببها ضعف في الانتصاب،
ولما يكون في ضعف في الانتصاب تعمل سرعه قصف عن طريق حاجتين. رقم واحد يبقى في توتر في العلاقه، هو خايف الانتصاب يروح منه فبالتالي يشد على نفسه جامد جدا فيقصف بسرعه. رقم اتنين احراجه قدام مراته بيخليه يهرب من الموضوع دوت، ولما يهرب كتير من الموضوع دوت يبقى فترات الجماع بتزيد المسافه ما بينهم بين بعض فيحصل احتقان في البروستاتا اللي هو السبب الثالث لسرعه القصف، من اسبابها ان البروستاتا تكون محتقنه بسبب قله مرات الجماع او فترات الطويله ما بين الجماع. الناس اللي بيسافروا الخليج، الناس اللي بيشتغلوا 14 يوم ويرجعوا 14 يوم، المشاكل دي كلها بتعمل سرعه قصف. عشان هي عشان كده هي كومون، يعني هي 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 مشكله مشهوره عند معظم الناس اللي موجوده في مصر لان اسبابها موجوده في وسطنا بنسبه كبيره. لو اتشخصت المشكله ديت مظبوط، لو ضعف الانصاب صلحناه، لو مد السيروتونين صلحناها، لو احتقان البروستاتا اقول للعيان لا ده هي دي المشكله كذا 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 ونفهمها له ازاي ويبدا يمارس الـ 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 العلاقه الجنسيه بانتظام، كل حاجات بترجع تتصل. بس هي الفكره في التشخيص. هسمعك ابو العريف بقى. طيب ابو العريف نشوف ابو العريف هيفتي يقول الله يخرب بيت ابو العريفين في كل حته. قول يا بحر العلم يا ترعه المفهومين. يا باشا اهم حاجه اللايف ستايل، اللي داخل على جواز قبل ما يكتب قايمه العفش والشبكه واللازم منه يكتب قايمه بالاكلات والمشروبات والاعشاب اللي هيمشي عليها، ولازم يبدا فيها قبل الجواز باسبوعين ثلاثه علشان تقول الحياه الزوجيه مسؤوليه. وعلى سبيل المثال للحصر، فور اكزامبل، نبات الهليون، البصل، زهره الكركديه، الثوم، الزنجبيل، الجرجير، جمبري، فسفوريات بقى زي ما تقول قول، كوارع وحمام واللازم منه. لقى نفسه مش مية مية في وقت، يقوم مرتب جدول قايمة اللايف ستايل ويضاعف الكميات. مع تمنياتي بحياة زوجية سعيدة للجميع. عارف ابو الرفع ابو الرفع ده عمل له ايه؟ ابو الرفع ده هوديه في داهيه، عمل له ضعف انتصاب. عمل له ضعف انتصاب. كل اللي قاله ابو الرفع ده بيعمل ضعف انتصاب. ده مع تحياته، ده مع تحيات ابو الرفع مدير مطعم ابو العريف للاكل. بيسوى الاكل، الجمبري والاستاكوزا والحاجات اللي هم بيقولوا لا بس دي الشرايين تعمل له ضعف في الكوليسترول العالي. بس ابو العريف برضو ادانا فكره عن حاجه معينه، عن حاجه اسمها متلازمه الضعف الجنسي في شهر العسل. هانيمون بيريد. هانيمون امبتنس. تمام. دي على فكره مشهوره في الشرق الاوسط. احنا بنتكلم عن حاجات هو بقى قال جزء منها بس هو ما خدش باله منها، ان اللي بيتجوز دلوقتي، زمان لما كانوا الناس بتتجوز كانوا يقعدوا مع بعض وقعده حلوه مش عارف ايه وياكلوا شاي وجاتوه مش عارف ايه والكلام ده، والساعه 9 بالليل يروح. لا دلوقتي الشقه وفرح مش في الفرح. وبعدين الفرح بقى بيبقى ايه يعني؟ ده مش فرح، ده لغايه الساعه 5 الفجر. ده مش ماتش كوره حتى، ده هو بيبقى قاعد قبليها شهر شهرين ثلاثه في هلك. وهو اساسا يوم الفرح وهلك ليله الدخل. انت حضرتك الانتصاب احنا عندنا في الجهاز العصبي بتاعنا نوعين في الجهاز اللا ارادي، نوعين، سمبساوي وبارا سمبساوي. السمبساوي بتاع الفايت فلايت فرايت، يعني الخناقات والباراسمبساوي بتاع الراحه والانتخه والكلام ده. الانتصاب ملازم للبارا سمبساوي. لو انت عليت السمبساوي البرس مسوي مش هيشتغل خلاص بقى. انت نعم محتاج من مناسبه توتر فايت ورقص وتنطيط ومش عارف ايه والكلام ده كل ده سمبساوي. فيري كومون ان الناس بيقولنا انا ليله الدخل، وبعدين بقى توتر فوقي توتر فوقي توتر، فده جهاز السمبساوي بتاعه متدمر. نورت، ربنا يخليك، ابدعت كالعاده وابدعتني في حوار ممتع جدا جدا. لازم نفهم ايه اللي ممكن ياثر على القدره الرغبه. الكلام ده علم مهم جدا وليس فتي، وليس في علم زياده القدره ان انا اكل جمبري كتير ولا اكل استاكوزا كتير ولا اكل الكلام ده، ما بيأثرش. الاكل الصحي هو اللي يفرق. اكل الصحي، اكل النباتي، الكميه قليله، اكل متوازن، فيه نباتيات كتير، فيه خضروات كتير، فيه لحوم او اسماك بكميه محسوبه جدا، وزن مثالي، ده كله يفرق معايا قوي. ضيف العزيز
الاستاذ الدكتور محمد نبيل امين عضو الجمعيه الامريكيه للمسالك البوليه وعضو الجمعيه الاوروبيه للمسالك البوليه وزميل البورد الامريكي للصحه الجنسيه وعضو الجمعيه الدوليه لاحاسيس الطب الجنسي. نورت فالدكتور، خليكم دايما معانا مع الدكتور.